السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. مثل ما أودناكم أعزائي المتابعين، ارجعنا لكم قصة جديدة، حكاية جديدة، فيديو جديد. صاحبة القصة اسمها أم شيماء، بتقول عمري 25 سنة. وبالبداية راح أقول لكم إنه كل اللي بتكلمه واقع عشته وبعدني. صراحة أعزائي المتابعين، القصة هاي وأني أتبعها وأني أحضرها بالفعل يعني اتعاطفت معها كثير. يعني شو الواحد بده يتكلم من الناس اللي بتعمل سحر او بتشتغل بالسحر. المساكين بيفكروا انهم بيضروا اللي بيعملوا له سحر، ما محمش خبر انهم بيضروا نفسهم بالدرجة الاولى، بيضروا نفسهم لانهم اشركوا بالله عز وجل، بيضروا نفسهم لانهم كانوا سبب مضرة خلق الله عز وجل، بيضروا نفسهم لانهم خرجوا عن الملة. تخيل يا مسكين انك متت وانت على الحالة، ورب العالمين بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإشراك رب العالمين ما بغفره نهائيا. تخيل نفسك يلي بتعمل السحر وبتذبح لغير الله وبتقدم لغير الله، انه اجت ساعتك وانت على الحالة، شو راح تكون؟ اعزائي المتابعين خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم قناتكم قناة الرعب هيروكس. أم شيماء بتقول أمي جميلة وبشهادة الجميع، دائما كنت منظر ناحيتها لما تكون واقفة قدام المراية وبتزين وبتتجمل. طبعا هي محجبة ولكن تقف قدام المراية على طول يعني وبتتزين. عشنا حياة عادية رغم بعض المشاكل من أهل أبوي، وبحكم أنه أمي طبيعتها هادئة وما بتحب المشاكل والمواجهات وبتتجنبها كثير، فكان أهل أبوي بيتمادوا بشغلات كثير بأشياء استفزازية، ودائما ما بيحرضوا أبوي عشان تصير مشاكل بينه وبين أمي، والسبب كله الفلوس. صارت مشكلة كبيرة بين أبوي وأهله أدت لمقاطعة أبوي إلهم فترة من السنين، وهون اتهموا أمي إنه عاملة سحر لأبوي عشان يقاطعهم. ظنوا إنه أمي مثليهم تستخدم السحر وبتشرك بالله عز وجل. أنا ما بتهم حدا، بس يعني بلسانهم بيعترفوا باستخدام السحر، اعترفوا بشياط لقدام ناس كثير. المشكلة مش هون، المشكلة إنه بعد مقاطعة أبوي إلهم وأمي ما إلها تدخل لا من قريب ولا من بعيد، بدأت أمي تمرض مرض ورا الثاني. أولا بدأت تكره أبوي وما بتعطيه حقه الشرعي، ودائما ما بتحصل مشاكل بسبب هالشيء. بعدها صارت لأمي انزلاق بفقرات الظهر، وكانت أمي ما بتنام أحيانا، وأرق وحالة نفسية متعبة واكتئاب. وبدأت أمي تذبل شوي شوي. بعدين بحمد الله نجحت عملية الفقرات القطنية وعادت صحة أمي شوي شوي بالتدريج. بعدين مرضت مرة ثانية بالروماتيزم، بعدين الغدة، رغم إعطاء أدوية لأمي بس ما نفع الشيء. شكيت إنه فيها عين، فصرت أخذ مي وأرقية
طيلة شهر رمضان وشربها أمي وذكرتها بالله عز وجل وأنه تقرأ لون شوي من القرآن. بعدين راحت للفحص وتبين أنه ما في وجود لارتفاع القدة لله الحمد. حمد رب العالمين بعديها وفجأة وبدون سابق انذار اتدهورت حالة أمي مرة ثانية وما قدرت تمشي وكل يوم أسوأ من اللي بعديه. كانت بتمشي وصوت احتكاك عظمتين الورك بيسمعها كل اللي كان قدامها اللي يعني بتمشي قدامه وصوت الفرقعة قوية ومحرجة للغاية. بدأت أمي تنقطع عن معظم الصلوات وأحيانا بوصل هالشهاد لأسبوع بدون أي صلاة وأهملت نظافتها الشخصية وما كانت تطيق أبوي نهائيا ولا تعيره أي اهتمام ودائما بتقعد بغرفتها لوحدها حتى أنها أحيانا بتصير تشتم أبوي قدامه بس بصوت خافت وصوت غريب يعني هو كأنه مش صوتها. وراح أقول لكم الأحداث الغريبة. سافرنا لبلدنا احنا كنا مسافرين سافرنا لبلدنا ورحنا لراقي قرآن متمكن مو مشعوذ واني بحكم قراءتي واطلاعي على كثير على التمييز بين الراقي والكاذب وبيشهد له كثير من الناس. رحنا بالمرة الاولى انزعجت امي وما كانت بدها تروح بس تحت الحاحي وافقت. قرأ عليها الشيخ بس ما تأثرت بإشي كبير يعني غير شوية سرحان وألم بالإيد بس الشيخ أصر على أنه نرجحها مرة ثانية. أمي هون رفضت رفضا باتا أنها ترجع وزادت حالتها سوء على سوء. مرضت لدرجة أننا اشترينا لها مشاية كرسي متحرك رغم استمرار كل الطرق بالعلاج بالمستشفيات إلا أنه أمي من سيء لأسوأ. ألحيت عليها كثير أنها ترجع للشيخ بس هاي المرة وافقت. ولما صعدنا درج مركز الشيخ رفض أخوي الأوسط وبدأ يشتم الشيخ ويسبه وغضب غضب بدون مبرر وصار وجهه أسود من شدة الغضب. بعد ما يعني اصطحبنا هو اللي أخذنا أني وأمي لعند الشيخ هو اللي أخذنا. أمي فرحت هون وقالت امشي يا ابني أني أصلا ما فيني أي شيء. وبدأ أخوي وأمي يشتم الشيخ ويلعنوه وهون أنا تعجبت وانصدمت من اللي غيرهم يعني شو سبب التغيير هذا اللي إجى فجأة. ولما رجعنا للبيت سألتهم شو اللي صار معكم وليش رفضتم أنكم تدخلوا يعني رغم أنه كنتم موافقين. ضحكوا وقالوا والله ما بنعرف شو اللي صار. هون أنا زعلت وحزنت بنفس الوقت حتى أنه أخوي أعطاني حلاوة عشان يعني يرضيني وإني ما أتكلم باللي صار بس أني لا مليت ولا إشي أبدا وطلبت المساعدة من أخوي الكبير. فهون أرغم أمي على أنها تروح للشيخ كمان ما تأثرت كثير بالقراءة لكن الشيخ أعطانا مي مرقي تشربه وتغتسل فيه وزيت كمان بتدهن منه كل جسمها وبترجع بعد أسبوع. هون رفضت أمي شرب المي وتغتسل فيه لكن كنت برغمها وبعطيها تشرب وبخدعها بقول لها أنه مو مرقي وأنه مي عادي. بالليل كنت بدهن جسمها بالزيت وبعد مرور يومين رحت عشان أدهن لأمي زيت وأقرأ اللي بتيسر لي من القرآن الكريم. هون بلحظة تحركت عضلة فخذ أمي بشكل غريب وكأني بشايف شيء عم يتحرك برجلها يعني مو الفخذ اللي بتحرك كأنه في شيء عم يتحرك بشكل غير إرادي. كنت راح أقول لأمي يعني كنت أني بقول لنفسي أنه أمي بتمزح بس يعني مو كل رجل اللي بتتحرك بس لحم الفخذ وكأنه شيء عم يتحرك من تحت الجلد. هون أنا استغربت وخفت بس حاولت أني أتماسك وأستمر بالدهن. بعد أسبوع بدنا نروح لعند الشيخ عشان نخبره بس أمي رفضت أنها ترجع مثل عادتها. هون صار اليأس يغلبني ويتسرب لقلبي مرة واحدة وقلت لها اتحملي كل اللي راح يصير لك بعد رفضك. أنت بتعرفي أنك مش طبيعية
قرآن ما بتقرأي، وصورتي ما بتصلي، وحالتك عم تتدهور كل يوم بعد يوم. وهون حضرت لأمي غدا لسريرها بحكم إنها ما بتقدر تمشي. دخلت الغرفة ولقيتها بتنظر للجدار وبتتكلم وبتتمتم تمتمات ما فهمتها، وشكلها مخيف وكأنها عم بتكلم حدا. فسألتها شو فيه، ما جاوبت، حتى وقفت قدامها وصرت أشاورها هيك يعني قدامها بإيدي، فارتبكت وقالت ما في شيء. قلت لها يعني عم بتكلمي؟ قالت لي ما بكلم حدا وما في شيء. هون أني تعودت بالله وتأكدت وقتها إنه أمي فيها أذى من الجن. ومرة من المرات أمي نايمة بنشوف رجلها عم ترتفع بالهواء، ظنينا إنه أمي مصاحية بس كانت نايمة لما شفناها، وأحيانا بتصرخ وهي نايمة بصوت مرتفع وغريب وكأنه صوت رجل. وبتخبرنا إنه في كلاب أجلكم الله وقطط بتلاحقها وبتعضها، وصراصير وميتين ومقابر، وأنا متأكدة إنها بتحلم باعتداءات لكنها بتستحي إنه تخبرني. فأني بلاقي أثار كدمات على جسمها وخدوش لما بقعد أدهن لها. فمثلا بدهن لها بالزيت بزيت زيتون اليوم الأول، شفت جسمها ما فيه كدمات، بس باليوم الثاني جسمها مليان، خاصة إنه إن كان يعني الزيت مرقي. حلمت إنه يوم من الأيام حلمت إنه في امرأتين بالبيت، واحدة بتنظر لها بغضب عيونها بشكل طولي مو مثل عيون البشر، والثانية بالدور العلوي بتجهز طبقة سعر عشان تعطيها لأمي وبتقول لها لا تروحي ظلي، وأمي خايفة كثير وبتحلم إنها بتطلع مجموعة من الشعر، يعني بتخرج شعر متشابك من ثمها بس بيظل جزء ما بتقدر تطلعه، وكمان من قوة الآلام اللي فيها، وبحكم إنه الروماتيزم ما بينخفض نهائيا رغم إعطائها الأدوية الخاصة، فاضطر الأطباء لإعطائها علاجات لمرضى السرطان، يعني اضطروا يعطوها كيماوي. اتعجب الأطباء هون شلون إنه الروماتيزم ما عم ينخفض نهائيا وقتها يعني بأقوى العلاجات. كانت حالة أمي ما لها تفسير نهائيا. بعدين قرر لها الأطباء عملية عاجلة بمصر، رفضت أمي من خوفها الشديد من العمليات، كانت تخاف من العملية. قلت لها يا والدتي أنتي اللي فيكي أذى من الجن وأنتي ما بدك تتعالجي، وهالجرعات هاي أدوية يعني بتآذي كثير، على الأقل خلنا نروح للحجامة ممكن لعل وعسى تخفف شويها من هالسموم المتراكمة بجسمك. أني هون كان هدفي أني أخدع أمي، وكنت بدي إياها تتأثر بالحجامة بحكم أنه الجن بيتأذوا، وإذا كانت عين بتطلع بإذن الله. رحنا وتحجمت أمي، وبعديها شربت عصير وكانت صحتها يعني ممتازة جدا ولا كأنه في إشي. اتمشينا شوي بالسيارة وفطرنا مع بعض وحنا نضحك ونتكلم حتى رجعنا للبيت. ولما دخلنا على البيت دخلت أمي البيت صرخت صرخة بصوت عالي وفقدت الوعي. أخوي هون حملها بصعوبة ودخلناها وقعدت على الكرسي أعزكم الله، وتبولت بول لا إرادي، وكانت بتنظر ناحيتي بشكل مخيف، بصراحة خوفتني. فبدأت أرشها بالمي وقرأت آيات من القرآن الكريم وتعودت من الشيطان، وكنت أقول لها قولي لا إله إلا الله، بس ما كانت تجاوبني نهائيا، بس بتنظر ناحيتي وبتصرخ وكأنها عم تتألم. خافت زوجة أخوي وأختي من هالمنظر تبع أمي ومن نظراتها. أعطيناها ملعقة عسل وتركناها على السرير، وبعديها أمي استعادت عافيتها. ولما حدثناها باللي صار استغربت أمي وقالت إمتى صار هالشيء؟ أنا ما بذكر إلا لما دخلت على البيت بعدين غبت عن الوعي، كأني نايمة، كأني نمت وأسع صحيت. عرفنا بعديها إنه اللي كان ينظر في ناحيتنا بشكل مخيف ويتحرك ويصيح مش أمي.
بعديها سألت بمنطقتنا عن شيخ يجي على البيت ويرقي أمي، وتأكدنا من شيخ ثاني متمكن قرأ عليها القرآن وضع لها ثلج بارد مكان ألمها، واستمر بالقراءة وقال أن أمي فيها عين قديمة خبيثة بسبب حرفة كانت تعملها، يعني في حدا صايبها بالعين بسبب شغلة كانت تشتغلها وهي شاطرة فيها. فقالت أمي بالفعل أني كنت من مدة بشتغل تحف يدوية. فاستمر الشيخ بالمجيء مدة أسبوع، بعدين فحصت فحص الروماتيزم وأرسلته لأمريكا عشان نتأكد، فرجع التقرير أنه لا وجود للروماتيزم نهائيا. فعن فحص مرة ثانية بأحد مستشفيات بلدنا، كمان ما في وجود للمرض نهائيا. روم هذا الألم موجود وغضاريف عظمتين الورك متآكلة، وأمي ما بتقدر تمشي نهائيا. بعدها عملت أمي العملية ولله الحمد نجحت، بس أني خايف أمي ترد تنتكس مرة ثانية، كل ما تتحسن بترجع تمرض. للعلم أنه أمي بترفض أبوي وما بتطيقه، وأحلامها بتتكرر كثير وأشياء غريبة بتصير. أخوي كمان الأوسط اللي فقد الوعي كمان بتحدث له أشياء غريبة، بس صحته ما فيها شيء وما في شيء بوجعه. إن بس أمي، يعني أنا بكل ما أطلع أو بنظر ناحية أمي قلبي من جوا بتقطع عليها. فهون أنا قررت بين وبين نفسي إني أبحث عن شيخ يكون مشهود له ويكون ثقة ويكون يخاف رب العالمين، لحتى وكنت أدعي ربي العالمين وأني ساجدة لحتى رب العالمين أهداني لشيخ عن طريق بعض أقاربنا معروف عنه التقوى والثقة، لا نزكي على الله ونحسبه والله حسيبه. وبالفعل صار يجي على البيت ويرقي أمي يعني لمدة كبيرة، يعني ظل أكثر من شهر كل يوم يجي يرقي أمي، كل يوم يجي يرقي أمي، حتى الجن اللي فيها تعب شديد وصرخ صرخة كلنا خفنا منها. حاول مع الشيخ قليل بكثير انه يطلع مرضي، بعدين قال له كلمة واحدة الشيخ: اذا ما بدك تطلع اني راح اظل اقرأ عليك قرآن حتى يرسل رب العالمين عليك نار من السماء وتحرقك. وبالفعل ظل يقرأ عليه القرآن آيات السحر حتى قال خلص اني بدي اطلع. وبالفعل خرج من امي ولله الحمد والمنة، حتى اخوي ما عاد فيه إشي الحمد لله، العين هاي تحولت لمس جن من على طول الفترة. المهم رجعت أمي لطبيعتها، وحتى لا عاد في روماتيزم ولا عاد في ألم، ورجع الورك تبعها طبيعي ولا في إشي، ورجعت مع أبوي وكأنهم متزوجين جديد بيحبوا بعض وعايشين مع بعض ولله الحمد. رجعت حياتنا كلنا طبيعية بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تلاوة قراءة القرآن على أمي وعلى البيت. أعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو، إن شاء الله يكون حاز على إعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.